اللي تنادي لا تروحني حال التحدي فرد بوادي فرد بوادي قوة وعزيمة فرد أحلى التنافس لا جاء من قيمة عاشو تخيل تبدأ مسارك عاشو تخيل والفرق شاسع عاش اكيد فقره مرادي اللي تنادي لا تروح حال التحدي يلا حي معك المقدم يلا الربيع هلا هلا الشباب يلا حي هلا هلا معكم المقدم علي بن هادي. مرحبا يا ابو تخيل. ترى خصم مش بعد الفقره. ليه؟ تسبك الدوس. نصور. يلا حي. يلا حي مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم كل خير وطيب الله اوقاتكم كل خير ومسره. مشاهدينا الكرام ارحب بكم على شاشه قناه الواقع اصحابي الغالين واصدقاء الرحله يا مرحبا ومسهلا. تعلن انك تحدى؟ مستعد منافسة؟ مستعدين يا شباب؟ مستعدين منافسة؟ اجل خليك قدها مع المحيط. حبيبي يلا حي مقدم خطير. علي الجعيدي وينه؟ علي الجعيدي يمحق وش تبيه؟ طبعا يا رب قدام نبدا الفقرة والتحدي والمنافسة. طب شربه تعال تعال الجعيدي ابغيك قدام نبدا التحدي والمنافسه ونشوف من اللي قدها مع المحيط. نعم تعال علي مناي يا ابو صالح بساعدك علي مناي دايم يلا حيه عليك. طبعا اول شيء نشكر الراعي الرسمي لهذه الفقره اللي انا بسميه اسم بعيد عن اسمه، اسم شاطح من اسمه. انا بسميه المتجر الساحر. ليش انا قلت متجر الساحر يا شباب؟ ولا هو اسمه هي كلين برو لكن اسميه المتجر الساحر. قل لي يا علي ليه؟ اول شيء نشكر شركه دليل الشبكه الوكيل الحصري لمنتجات هي كلين برو بالمملكه العربيه السعوديه والممثل الاعلامي لها الاستاذ خالد بن ثامر الحربي. نعم استاذ خالد على رعايتهم لهذه الفقرة نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهم. اللهم آمين. ومع آيكلين برو كل شيء لين. طبعا يا رب آيكلين عندهم هذا حق غسيل ملابس قدام أبدأ فيه ذا هذا علوم علوم ذا منظف شامل صنع مواد طبيعية. كيف صنع مواد طبيعية يا رب؟ كيف؟ أعشاب حلوة نبات طبيعي كل شيء طبيعي ما شاء الله. نعم. طبعا هذا حق ملابس تقول ثوبك فيه حبر فيه فحم ما راح تروح تدورك مغسله لا المغسله دي انا اخبرها تطلعه وانت في بيتكم هاي كلين خليه مثل ما هو. لبيه يا ابو ناصر لبيت بالله. طيب انا عندي ثوب فيه صبغ اسود ووديت المغسله ولا طلع وعندنا في افتح مايكك يا وليد. لا ليه؟ لا صدق انا فاضي. افتح مايكك. اسلم 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 ما كل شغال. المهم يا ابو هادي اسلم يا ابو انا عندي لا اله انا عندي ثوب فيه صبغه معدمته وديته للمغسله ولا ضبطوه زادوا الطين بله هل هذا يقضي عليه والثوب جديد توني فصل؟ طيب انا بقول كلمه انا علي بن هادي اول شيء قدام اعلن انا ما ابغى اعلن بشيء وانا اكتب والله اني احطها في ذمتي يا ريدي وانا ما ودي اعلن شيء هلا انا ادري ان الشيء ذا مضمون. اذا ما راح الوسخ اللي في ثوبك يا وليد ولا حبر ولا اي شيء انا المسؤول علي بن هادي. ليتني والله داري كان جايب الثوب معي. ابشر بالسعد يجيك منه يا ابو ناصر. والله مره. الوعد يا سعود شوي في الشقه انت وثامر. لا لا انت وثامر وسعود طيب يا ريدي انا عندي اللي هو منظف شامل هذا
ودك تلفزيون، ودك كاميرا، ودك إزازة، ودك أي شيء. هذا يعني حتى يغسل كبود أهل الحسد من حسدها ولا لا؟ حتى الكبود يغسل. يغسل كبود أهل الحسد من حسدها. أجل عطر عمر هذا. هيب يا ولد. طلبة يا أبو هادي. لبيه. لبيت بمنا. منور الشاشة. شوف وين حط المايك. كلها علشان يبي المنتج. تكفى اغسل ذوبه بكل من شر. نسيت يا ابو نزار. وليد احس بربيع. من الحماس من الحماس. لبيت هذا اللي فيه. هذا يستخدم للسيارات ولا لا؟ ابعلمك هذا للسيارات هذا كرسي. يغسل الداء. طبعا ذا تقولون انه انتبهوا عليه من البزران ولا شيء، هذا البزر اللي عاده في ميزه به طش عليه ترى عادي. اللي عاده في الميزه بعادي توصيل. طيب انا اقول شهاده حق. نعم انا في يوم حفل ختام البزنس اثنين توسخ ثوبي من رجال الله يستر عليه، اكل وخلى اكله على الكنب وجيت وجلست، وجاني الرجال هذا سعود الجوزه وقال يا ولد ابشر والله بالسعه تعال معي السياره واروح معه، وعشر دقائق لثوبي راجع جديد. وعلى وسعود الحين يقول المنتج المنتج هو هذا. طبعا المنتج ده الحين بيتنا انا علي والله الحين ما نتعامله الا معه والله عني حلف يا ريدي اللي توسخ ثوبك. طبعا تعالي على اللي قاعد ابغيك ابغى احطنا كاميراتي بس انذر عليه شيء يعطيني بسكوت. لا لا ما اعطيك بسكوت. جيب الشاي. الشاي لا يسويك ولي وف عدوك. والله لا استعطف. عاد عاد الجعيدي الجعيدي ثوبه توسخ يا الرب. ثوبه الجعيدي توسخ الحقد فل. بس ما بيبين معي كلين كل شيء لي والله خليت خرايط هنا بلا بيبي جوي. يا رب ما يطلع يا رب ما يطلع والله يا رب. ما عليه ما عليه ما عليه. طيب ما خليت هالساعه 6 يعني كذا 10 قول لا اله الا الله. موجود 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 والله طلع يا ولد راحي والله. انتم تشوفون هينزل يا الرب تشوفون. عطى سفنجة عطى سفنجة انا. اصبر اصبر. اوه هذا لي طبعا ما حد سفنجه. في كل كرتون يا الربع يجي خمس فينات معقمه ولكن شوف شوف طش طش يا وليد خليك تطش يا رجع المبدا. بستم بستم بعد 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 بعد. صب 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 لا بارك الله. صب تحمل تحمل. صب 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 صب. نعم صب لا بارك الله. انا ويني جاي. شاف 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 دقيقه. اقلب اقلب حط على الخضراء. ايه تعال متخيل. شوف تعال ما شاء الله تعال متخيل. شوف عجل الله انك كل شيء وانك طلع صحيح. عطني البخاخ. اخر اخر عيال اخر عود اغسل كبد. تكفى بس اخر اخر من طريق كاميرا شوي. شوف كيف شوف كيف كيف ها مع شوف كيف عطني شيل عطني خلاص متخيل واضح باعلانات اخر على اخر. فوق 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 فوق. طبعا سعود اقل شوي اقل شوي. هذا فاين هذا فاين يجي معهم يجي مع الكرتون خمس حبات فاين. شيل عطني شيل يجي مجانيه. شكرا طيره. علي عاد تشوف شيء في ثوبك. باقي تعال وليد. علي عاد تشوف ما اقول ايه صح. علي لا صدق هذه قول لا لا باقي باقي طش 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 تحت تحت ان اللي فوق كله نزل على تحت بس خلاص خلاص باقي اللي تحت كله. يلا السؤال هل هو شيء شف على ثوبك؟ اي جيب السفنجه السفنجه. انا صبيت الشاهي قوه كاس كامل كله لعبت فيني والله. يا ثوبك كان ما منها من اول بس عير خير يا وليد البحيح. عير خير يا رجل نبي طشاش يغسل قلب وليد البحيح وعمر هذا. ما تلاقي شيء ما يا رجل والله شايف في التوبة الحين والله بطل. قسم بالله تحية صدق يا رجل. خلاص خلاص فوق لا تفتش. بس 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 خلاص كافي 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 يعني كافي انه كويس ابو تخيل مركز على اهدافه والله انه منتج صح. بس شوف شوف كافي لا تخطر الثوب كافي. ما جاء لا 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 استخدامه الربع أسرع من كذا. أنا استخدمت أنا وسعود. تعال يا علي 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 جنبي. يلا يلا جنبي أبغيك. لازم هاي خليك بجنبي لا تخليني محتاج قربك أنا ضرعيني. سعود سعود يلا يلا
اثبات اثبات سعود خلاص يا سعود طالع علي والله اقسم بالله يا ابو صالح الراح شيء هذا خلي معك يوم العيد واو عمر خلاص خله يا رجال الصصد كلام حقيقي بعيد عن كنا منثر عليه شاهي ما يحتاج كلام العرب ها شفت ما يحتاج كلام اصعب بقعه بقعه الشاهي عاد طيب تعال بقعه عطني لا لا تعال علي تعال تعال ابو صالح صراحه تعال جنبي رجلك متسخه يجي معهم يا رب خمس فينات في كل كرتون يا سلام مجانيه فينات مبلله بدون كحول طبعا ترى المنتج كامل ترى بدون كحول يعني ابو هادي اي واحد ارفض لازم ياخذه ايه اكيد طبعا فيه ان شاء الله سيناريو بيسويه واحد ابو صالح هذا تقول الثوب وبس لا مو الثوب بس قولوا لنا ايش انا بسوي الحين شوف انا طالب ما تعرف للزين شوف ايش انا مسوي يا رب احسنت شوف الموزه يا الموزة يمكن فيها جراثيم أنا ما أدري أغسلها. عادي. والله حلوة دي بكرة جديدة. أحمر. إيش رأيكم يا رب؟ مو. يا ولد بتضر نفسك صح. هذا ما فيه كحول. هذا طال عمرك صنع من مواد طبيعية. يعني ما في مضرة. ما في مضرة. لا وش عاد باقي يا علي؟ إنك تقول إنه يحس يديك. ها؟ طيب قول لي الله. مو بس انك تاكل في موزه حتى انك تطش وجهك عادي خلاص العيون ما تثر على العيون ما تثر على العيون ما تثر على شيء والله شيء واضح عاد بقي شيء علي بعدك انا نشربه تشربه لا 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 يا رجال طبيعي طبيعي اللي ما يشتري ما ياكلين ترى يا رب خسره هذا شيء انك تجربه على نفسك ايش رايك انا ما عاد ودي اكثر بالكلام لان الفعل الفعل مبطل لسنة هذا هو قدامكم الفعل اقتنعت يا علي ايش رايك يا جعيدي انظروا انظروا ها شوف نشف عادي يا ريدي جانا رذال طبعا يا اي كلين ها اي كلين اعطاني رابط وقال انا بعطي متابعينك خصم 5% ويزورون متجر اي كلين في الانستغرام على حسابهم اكتب اي كلين برو ويطلع لك في الانستغرام والشيء الثاني انا شفت سناب اللي هو خالد من ثامر الحربي يقول يرش على التفاح وياكلها قلت ايش تندى معطى فلوس في الاعلان هذا معطى فلوس زياده في الاعلان اللي ياكل تفاحه ويطش عليها اكيد انه يكتب ما توصل لا لين انا جربت ونشت وشفت المواد اللي في اي كلين هذا الحين قبل شوي اكل قدامك الموزه وانا اطش عليها اوكي اوكي طبعا اي كلين الله يبيض وجيههم اسمحوا لي اني انزل الحين تغريده في حسابي تويتر فيه فايزين يكتبون اكتب اللي عليك انك تكتب اي كلين تحت التغريده اكتب اي كلين تحت التغريده وتدخل منها السحب نهايه الفقره ان شاء الله بنسحب على شخصين فايزين يجيهم اي كلين عبوه كامله الى باب بيتك باذن الله ان شاء الله بس خلوني انزل التغريده الحين أوب أوب أوب. أنا نزلت التغريدة الحين الرب في حسابي طبعا يا رب جبر جبر أنتوا علي وزعوا على الشباب وزعوا على الشباب الشباب الباقيين وين راحوا الشباب الباقيين وين راحوا وزع المشروبات ودي الشباب من اللي موجود في فريق الشلفة عمر فريق اشتاد يا عيال وين الشباب باقيين الشباب اذا تسمعوني يا باضة شغل السبيكر يا عيال ما بقاش على اذان والله اللي تاخرت فضل طبعا يا رب خلني بتكلم على الشاشة وبرجع عليكم. فكرة المسابقة أول شيء راح يكون معي من كل فريق شخص يمثل مجموعته طبعا يكون عندنا
كم حلقة بعد حلقة اليوم. حلو، بناخذ 3 متسابقين في كل حلقة، وعندنا تحديات ومسابقات مختلفة، وكل تحدي عليه نقاط حسب قوة التحدي. عندنا 3 جولات مني أنا، والجولة الرابعة هي تحدي من الجمهور. طبعا في تغريدة أنا نزلتها قبل الساعة 8 يمكن الساعة 7 كذا، نزلت تغريدة في تويتر، اكتب التحدي اللي تبغيه للفريق وراح إن شاء الله ينفذه، ويا ما نفذه يتحمل العقوبة اللي بتجي. طيب يا رب، أبغي واحد من البيرق، وواحد من الشلفة، وواحد من اشداد، وابغي اللي يطلع هنا يقول انا قد التحدي. ما ابغي الا رجال يطلع يقول انا قد التحدي. انا قد التحدي. واحد من الشلفة، واحد من الشلفة، واحد من البيرق، واحد من اشداد. وليد وثامر، واحد منكم يجيني. تعال يا ثامر. من اللي بيجي من اشداد؟ موجود انا. من اللي بيجي من الشلفة؟ جميع ما حد ذا. أبي شهد ولا سعود؟ من اللي بيجي؟ مو بكذا يا مريض. لا لا اي حركة، رجة مو بكذا، والله اني صادق، رجة رجة قبل عرض ذاك اللي يقول، والله صدق مريضة انت. انا بس بكذا مريض، انك مريض. يلا بسم الله، تعالوا يا سعود. سعود تعال، تعال يا ثامر، تعال سعود، جيب عصيري معك. تعالوا مني مني، تعال ألوذ. تعال مني يا سعود. طيب افتح لنا الشاشة بس يا أباظة، علشان يقعني الخبل. يا رب مستعدين التحدي الأول؟ نعم. قولوا بسم الله يا رب. شوف يا طلع في بالي بكم بالك رصيد. قول يا الله التحدي الأول يا رب. خلي بس أضبطي. تكرار الجولة الأولى. عندنا كنز في أحد أماكن المنتجع. قوي. يمكن بالساطح، يمكن بدرج المشاب، يمكن في المطبخ، يمكن في الهانجر، ما ندري. ها اللي عليكم انكم تروحون صوب المحل الاول وتجون بتعين لكم كلمه، تعالوا تعينوا كلمه ثانيه، تعالوا يعني تعين كلمه ثالثه، تعال الكلمه الثالثه بتدلك على الكنز. حبه حبه. طيب وين مكانك؟ جاي يستك في الكنز، انا بعلمك. طيب حبه حبه، لقى ذا واحده هنا، لقيت واحده ذا، لقى واحده تطلع كلمه تعلمك. كلمه تعلمك وين المحل الاول هو الفايز. ها حلوين حلوين. ها قلنا لك خلك قدها. صح؟ صح. ان شاء الله تكون قدها. الحين صبر، وين التحدي؟ انا والله وياك صبر، خلني اقرا لكم منه. يلا يلا بسم الله. شوف اصبر اصبر اصبر، لا تروح لا تروح علي لين اسمح لك. هو عارف، هو عارف. انت عارف يا علي؟ ايه عارف. والله ما علمت يا شيخ. الحسن الكنز شيء تحبونه كلكم، هو سبب وجودكم هنا. وش سبب وجودكم هنا؟ الروش. الفلوس. نقاط. صح. لا حبيبي احنا جينا علشان كذا ببدا معكم على طول. يا رب اتجهوا للسطح، تعينون الجائزه الاول، اللغز الاول. يلا بسم الله. من اللي بعينه؟ سعود ولا ثامر ولا علي؟ ردوا عليهم يا بابا. يلا بسم الله يا ثامر. وين يا ثامر؟ يا يا ثامر. ابغى اعطى كاميرا قريب منك. من قيمه يلي تنادي لا تروح. لا 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 تروح. يا ثامر ارجع، يا ثامر ارجع ارجع يا ثامر محلك. يلا بسم الله. والليل ساريف نار المعارك يلي تنادي. عيل 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 على التحدي، وجع الشيب. حاكم حاكم تذكروا. والفرق شاسع. يلا يا علي قربك منه يا علي. علي يا اخوي. سعود. هيا انا هيا. عند 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 عند. تعال تعال. وش ذا؟ عند عند عند. عند. وش عند؟ عند وش؟ انت سببي. لا لا قولي سرك علي. علي وانت ليش ترجعني يا علي؟ ها تعالوا عند علي يا شباب، تعالوا عند علي. علي ليش رجعتني؟ ارجع. ليه؟ ارجع عندهم. تحدي الثاني. لا 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 طيب واضح عطني كم على الشباب. ايوه وقف يا علي، وقف وقف سعود عند علي، وقف سعود عند علي، وقف يا ثامر. طيب يا عيال اللغز الثاني بتعينونه في المشب الاحمر.
لا 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 تحدي فغرة فهدي يلا ها فراش الواقع والفرق شاشة غناة الواقع فغرة فهدي بابا عطنا الشباب يا بابا لا تروح بدي حن التحدي فغرة فهدي نبه يلا يا شباب يلا الأحمر فقرة بوادي قوة وعزيمة فقرة عظيمة ها عينه ولا معينه لا جاء من قيمة يلي تنادي لا تروح لا 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 تروح حان التحدي فقرة بوادي فقرة بوادي تبع عينه ولا معينه يا بابا ثبت مسارك يا بابا عينه ولا معينه نار المعارك يا بابا لا تروح بادي حان التحدي حان التحدي فقرة بوادي مد بيدك فراش الواقع والفرق شاشة قواك علي طبيه الساعة كم يا حبيبي المد بيدنا صح يا عينه من عينه طب انا بابا شو لي غرفة خضراء يلا يا شباب يلا ترى بيروحون المطبخ بعد بيروحون الفقرة غرفة خضراء تعالوا يا عيال تعالوا تعالوا عندي تعالوا يا عيال عندي تعال اوكي تعالوا الغرفة الحمراء وش كان فيها حلو عند القلب حلو عطني اياها ولا ثبتها على الكرتون عند القلب طبعا يا تعالوا المحل الثالث تراه بينصر لا 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 كيف ينصر المحل الثالث اللغز المحل الثالث اللي هو الى عينتوه ترى بتعرفوا لا لا يروحون لا يروحون الى عينتوه المحل الثالث كمل الجملة بتشوف تعرف وين الحين ابغيكم تتوجهون على المطبخ وتعينون اللغز الثالث فيه المطبخ يا روح موت موت فراش الواقع والفرق شاسع والله وين الشباب فقرة بوادي الله يبدعك يا لا تروح بادي حان التحدي فقرة بوادي والله ها عندك عندك يا علي سامر سعود سعود حولك يا سعود لا تروح بادي ثامر حولك يا ثامر وين انا بس على يا ولد معك عظيمه يا ما ها يا ثامر ها يلا يا موت ثامر ثامر يلا ترى صوتك طويل انت ثبت مسارك ثامر حله حله جيبها جيبها غش غش هذا عيون صغار وش مكتوب وش مكتوب وش مكتوب وش مكتوب؟ وش؟ تبلورك اللي معك وش مكتوب؟ عند القلب الكبير وين يا ثامر؟ وين يا ثامر الحقم؟ سعود غرفة متخيل غرفة متخيل غرفة متخيل راح ما بدريك يا الحياة أمم يا ثامر خلنا نشوف عينا عند القلب الكبير من القلب الكبير المنتجع ابو تخيل ثامر تستاهل يا ثامر ابغى اعطنا زوم هنا جوده ثامر ايش دعوه يا عاد تدورون شباب تدورون يا اقول ما تدور وراي بروح المطبخ ابغى تعال تعال ثامر افتح ايش مكتوب فيه مبروك 3000 ريال 3000 ريال تستاهل فريق البيرك ترى حتى انا لي من هالمصيبه ثام ها طيب بابا نكمل الحين ولا بعد اذان يا عيال واحد يذنب ونكمل باقي الفقرات تعال يا علي 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 يلا علي الجعيدي تعال يا ولد انا ما شربت شيء علي الجعيدي بذن يا ابارة وش اسوي اذن اللي قبل هنا اذن
خلص انشرب انشرب عاد ها خلصت عيال الذن شربتوا احد الخضره ها عصير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. طيب مشاهدينا الكرام نعتذر على ضيق الوقت لكن الحين بنكمل معكم الجولة الثانية. وين سعود وثامر؟ نفسنا. إيه نفسكم نفسكم. هي ترى على ثلاثة. علي الجعيدي بدال علي اللبدان فريق. أنا طالب طلبة. تم. لا تخسرون الجولة هذه يا عمر لو ما جاء. لا لا علي. يا علي علي اللبدان. بنبدأ الحين مع ثامر علي الجعيدي خلينا نبدأ مع ثامر لو ما جاء علي اللبدان بتروح عليه علي 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 الجولة الثانية طبعا علي عند الأكواب الموزعة قدامنا الحين كل مرة واحد فيكم يربط عيونه ويعدي بين الأكواب بشرط انه ما يطيح ولا كوب لو طيح كوب واحد منها ترى خلاص يعتبر خسران ويخصم من فريقك 500 ريال سؤال الحين انا امشي كذا يا وليد تعال دل ثامر يعني وليد يقول ولدي خذ مين خذي سام ايه ايه بس نبغى لنا غتره وليد غترتك ايش عارف سعود علي الابداني يمر بظرف خارج عن الاراده ايه رفيقك انا هنا ما ليش علي بن هادي انا طابق 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 ابو اسلي ابو اسلي بيجي ما تبغى انا طابق 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 انا طابق 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 الفريق مع فريق ابغى توضع ابغى توضع فيني سريع 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 لا 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 اربط عينه زين لا 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 يا ولد انا شكك في امان علي يلا بسم الله يا ثامر مدعث تشوف تعال يا وليد ما يسمح الا اعطوا وليد مايك وليد الدله طيب دقي يمين سابه هذيك طيب. تعال البدايه هو شادها بقوه على راسه تعال 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 يا ثامر سريع ثامر تاكو سريع يلا بسرعه استاجر العيال معنا الوقت ها وليد الدله يلا وليد قدم شعره شعره ها شعره شعره لا 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 تروح يمين ولا يسار سيده كيف سيده لف يسار شوي لف يسار شوي اي تروح سيده يسار شوي يا ثامر يسار شوي خليك كذا امشي سيده لا قلت ارفع رجلك ارفع رجلك والمحل تحطها فيه قدم شعره 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 مضبوط بس ارفع رجلك اليمنى قدمها قدام بعد بعد بس 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 يا سلام حط رجلك جنبها مضبوط اروح روح روح سيده روح سيده بعد امشي روح سيده هي وليد ايه مره مره يلا يا ثامر ثامر وطيح وطيح يا ثامر ودع بيلا ودع بيلا اشاره اشاره نفسي يلا طيب روح 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 سيده بعد يلا يا ثامر سيده سيده بس 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 ارفع رجلك اليمين
بعد وين علمني عشان اروح على طول. لا ارفع رجلك اليمين واخذ يسار شوي وانت ما تدري رجلك. ها مد قدام 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 قدام. يا مسلم قد لا وليد اليسرى ارفع اليسرى يلا سرعة يا وليد سرعة يا ثامر سرعة الوقت 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 الوقت. يا سلام عليك. طبعا انا سديت ترى كان فيه تايم لكن سديت. اروح يسار اروح يسار اروح امشي يسار. ايش الخط يا وليد الخط الخط خلاص امشي سيده امشي خلاص امشي سيده خلاص تعدينا خليه يدعس الخط. ها روح سيده روح على كيفي. يلا 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 مبروك فريق البيره قلب خلاص الف ريال فريق البيره. يلا يلا يوم تمشي كذا ليه تعال وصفني وصفني لا تخليني ادعمني يستبعد لا لا والله ما راح حد يلعب كليته الرجال ما راح يلعب مو خليه يربط البط سحوت على وين اروح سيده على الابدان تنسحب الفقره تنسحب الفقره على الابدان تنسحب الفقره. لا لا ما هاب عليك لا والله اسمح لي. طيب رشيد يلا تعال يا سعود وقف يا رشيد يا رجل معنا ضيق الوقت اربع الرجل يمنى قليلا قليلا قدمها شوي ايوه نزلها بسم الله اصبر ارفع رجلك اليسار طيب ارفع رجلك اليسار روح بها سيده روح بها سيده احطها في جنب الثانيه يمين وجه ارفع اليمنى قليلا يلا يا سعود يلا قليلا لا تقدم قليلا ارفع امسك يا رشيد ارفع يمين فوق فوق ايوه بس نزل نزل ارتفع باليمنى ارتفع باليسرى اليسرى ويسوي بها اليسرى 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 يسوي بها ارفع بها ارفع خليه يجيدونه نزلها خليه يجيدونه في جنب ذي روح يمين ارفع ذي ارفع اليمنى ارفع طيب ارفع اليمنى روح بهناك وين؟ سيدة سيدة يلا يلا ايوه طيب ارفع اليسرى قليلا وخلها احطها في جنبها لا تعلها تروح يمين احطها في جنب اليمنى اسرى ارفع يسرى طيب يلا 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 طيب يلا بس مضبوط خليك كم قدم قدم سيده خلاص سيده امشي سيده خلاص بعد قدامي شيء يلا هالوقت هالوقت خلاص طيب يا رب مش قليلا ارفعها قليلا ارفعها قليلا عليك ارفعها قليلا ارفعها قليلا ارفعها قليلا 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 ليه تقول ارفعها قليلا باليسرى قليلا ابتلش باليمنى يلا بسم الله يا عيال ترى عندنا فعاليه ثالثه رجع غصب عن خشمك لا لا هم نفس اشخاص شل 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 امشي امشي كفو يا علي علي طاح علي طاح 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 يخسر فريق دقيقه اطيح وينه اطرحوا العيال اطيح وينه يا اخي ابغى اطرحوا العيال صح ولا لا اطيح خلاص كمل مسموح كمل يا مسموح يلا غمض عيونك يا ولد ركز معي تعال من هنا تعال من هنا اسهل يلا امشي قدام امشي قدام قدام ايوه رح 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 نزل حلوه ايوه يلا اسمع اسمع علي 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 ايوه رد رجلك اليسار مكان رد رجلك اليسار ردها ايوه ارفع رجلك اليمين ترى لا ردها شوي ردها شوي ردها شوي ردها شوي مبروك فريق السلفة 500 نقطة الحين معنا الجولة تظهر حي ولا قليل لا بالعكس قليل طالب اشوف فقع راسه ارفع قليل يا قليل يرفع معك طيب تعال يا رباضي يا عيال وسعوا طريق الكاميرا تعال يا الجايدي وقف قدام يا الجايدي وقف قدام تعال يا ثامر تعال سعود وقف وقف قدام وقف قدام وقف قدام زين حمد قد حصايمين لا معالي معك هذا هو مفتح يا باضة عطني زوم عطني زوم يا باضة عطني زوم هذا عطني زوم يا باضة ليتهم مختارينك يا باضة عطني زوم طبعا يا رب لضيق الوقت وتاخر الفقره علينا الجولة الثالثة كان تحدي يظرف اللي هو كان انك تاكل فلفل او تشرب بيض او تشرب حليب سايل الحمد لله حلو ولكن الشباب حتى اني جبت التحدي الشباب ذكروني قالوا احنا صيام ولعل فالامور خيرة وباذن الله ان شاء الله نعوضكم في الفقرة الجاية ان انت ردعيك انا فريد لكن سحبت ورحت انا ما سحبت انا كنت اسوي فقرة ولكن الحين بناخذ اللي هو التحدي الرابع حق الجمهور ونشوف تحديات الجمهور اعطني جوالي بس طبعا يا رب ابغي تعال 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 علي الجعيدي علي الجعيدي سعود علي الجعيدي سعود ثامر تعالوا يعني ما نغير طيب تعالوا سريع تكفى خلينا نصلح ابشر
تحديات من الجمهور. ايش فيك سكك بزر؟ الجمهور لا هذا يعني اللي منصدم ترى. لا الجمهور الحين بيعطينا بس الحين قاعد الحين صايمين يعني متفاجئ. اي شيل الليل جميع القنوات يا ولد. كل تحديات الجمهور عن عن شرب واكل. اوف هذا المن لهم للجمهور. ايه شفت الجمهور لا مو بغلط عليهم. الجمهور الفاضي اللي نتعب علشانه جمهور تحدي فريق الشلفه مدة دقيقة تكلم بلغة مصرية. اوف ما لي دخل حقي. يلا يا سعود سعود اذا فزت انت في التحدي ده يا سعود اذا فزت انت في تشوف اذا فزت انت في التحدي ده لك 500 ريال. ما فزت انت خصمك ليك 500 ريال. طيب وش اقول طيب؟ تتكلم مدة دقيقة بلغة مصرية. واضح عطنا التايم يا باضة. ما عارف. تكلم بلغة مصرية. سولف عطنا سالفة باللغة المصرية. يا بسم الله. ايه اللعبة دي؟ ايه تكلم. تكلم تكلم. ايه اللعبه دي غير اللعبه علي. اه بص يا علي. اه علي لا تطلع. بص يا علي بص يا علي شوف المويه. بص على المويه. مره يقلب ثاني المويه. يا نهار اسود اسود والله حياتي معك سعود. خاطب كاميرا باقي باقي. يا نهار اسود. ايه الوجه ده؟ ايه الوجه ده؟ ايه اليوم الحلويده شؤوم وجهي وسخ وجه نتن عليك الله يا زار. وجه نتن قال مصري ما قال سوداني. وسخ وجه نتن يعني في زوري. ايه كلامي ده يا سعود؟ أبابا جابها زين ولا ما جابها زين؟ جبتها زين. جبتها تستاهل 50. اروح اصلي. طيب فريق اشتاد ما فريق اشتاد؟ اروح اصلي. عيل جعيل اللي بيصلي معي. تخير في احد اخوياك وتشله مده دقيقه. حق شهد عاد اخوياي كلهم جباوه. عندك لا جبر 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 اخوياي ولا عاد اخ من الفريق الثاني. لا اخوياك. يلا اخوياي اللي معي في اشتاد. اللي معك اشتاد. فلاح فلاح ما هو موجود الا فلاح. يلا واحد اختار يا علي. قل لا اله الا الله. تشلها مده دقيقه. نادوا لي نادوا لي استغفر الله. سجلت انا يلا بسم الله. لا جابوا لا جابوا معنا الصلاه يا علي. خفيف نفس. شف 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 الاوزان ممكن وزن فلاح اكبر لكن عمر ثقيل طينه. حلو ثقيل دم عشان كذا تعال فلاح. يلا يا عمر اللي ما بينه ثقيل طينه. يا اخي حلو طعم الانتصار. عمر ما تبي تدري ليه؟ ما تقدر تشيله يا رجل. يا رجل يا صغير انت عقب والله انه يا ولد تبي الصد والله طلعت هاللعبه هذه لكن الحمد لله رب العالمين. وش علمك هذا اللي تشني ولا شله يا علي مده دقيقه ترى نطيحته بعلمك نطيح نزلته في اقل من دقيقه. باضه جهزنا التايم مده دقيقه. قلص الدقيقه قلصها قلصها والله اصبر يا رجل. ترى ينخصم من فريقكم 1000 ريال ابن ابوي. علي ما في تكفى خفف نفسك. حركة رياضة خلك رياضة خلك رياضة خلك رياضة رياضة يلا بسم الله. يلا يلا ما من وقت صلاة يا علي صلاة. يلا بسم الله شله مدة دقيقة. يلا عطنا التايمة شله ارفع رجيله. دراك خلاص ترى والله ما على طول خصم. تكفى يا جعيلي. يلا مدة دقيقة أباظة عطنا التايمة. أباظة عطنا التايمة. حي عينه. اوه يا جعيلي اوه يا جعيلي اوه يا جعيل. تجمل تجمل تجمل. كم باقي يا بابا حق دقيقة؟ تجمل تجمل يا سنافر تجمل تجمل يا سنافر. باقي 40 ثانية تجمل تجمل. الا راح 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 شرب الزايد الحين ننهي امره. لحظة بحاول اخلص. خلنا نشوف تحدي البيرق. ها لا لا مو بشيء. صرت لا لا يقول يا نوم دوخ دوخ على راس فلوح نوخ ارجع. احنا 20 ثانية. حي عينك شرب السود. لا تطيح في ثانية ترى تروح عليك. ابو ها ابو جعيدي ابو جعيدي وصالح. في الجامعة يقول تكفي ابو جعيدي. اللي في الجامعة يسموني ابو قريع. ابو جعيدي 10 ثواني. حي عينك. واحد اثنين اخر ثانية اربع. ها يا بابا كم؟ خلص يا بابا. يا يرحم والدك يا بابا حس فيني. 10 ثواني. 10 ثواني كم مرة؟ جود والله ما بك خلينا تنتهي 10 ثواني. يلا والله ظهري يوجعني والله. واحد اثنين انت الوقت تبي تسع ومن ابوي بين الثانية والثانية دقيقة سبع علي اتذكر الموقف. حي عينه خمس. حي عينه أربع. حي عينه ثلاثة اثنين واحد. مبروك حي عينه ريال جماهير اشتاد. انا اللي جبت الفوز. ثمان ريال. الحين عندنا انا تحدي تحدي طبعا غريب جدا. انا طحت عليه
من حسابنا اسمه لا نيسو. تحدي غريب جدا اللي هو تحدي الفريق البيضي. يقول اللي موجود من فريق البيضي تعالي وليد يكون وليد البحيح يشعر له شيله حزينه ويعطينا مشهد حزين يبكي ولا النقاط ما يعطونا اياه. كيف يعني؟ تعالي وليد. وليد وين؟ وليد يلا يلا يلا. تعالي وليد اصبر اصبر باقي من عندنا الفايز. بس هي سؤال واحد. تعالي وليد. هذا يودي صدق الوسط. ابى اعلمك اللي موجود تامر حلو. انت يا وليد مطلوب منك تنشد له بصوت حزين وهو يمثل مشهد حزين انه يبكي. اوكي ما اشعر يعني تشل حلو. تشعر يعني تشل تنشد بصوت حزين. طيب. شيله حزينه التامر تخلي يعطينا مشهد حزين انه حزين. اوكي دقيقه الحين هو ينشد وانا اسوي عمري حزين. ايه حزين تبكي كذا. اي ابكي وين ابكي عاد ندبرها انه يقول يقول ما ضبط الدور ترى نخصمكم. يلا يلا وليد انا باشل يلا اقعد هنا وياك. اشعر يا وليد بصوتك. يلا بسم الله. بس بشرط ابي 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 الشيله حزينه. ايوه حلو بغني مسحوب. اشعر له بعدين. انت ثامر كان متسابقين سكريبت سكريبت تمثيل وبراند تمثيل. ما بكيت في عمري لين طلع سعود الجوز. لازم تعرف التمثيل يا ثامر. يلا سعود الجوز يا وليد. عطوا وليد صدى. ونيتين ونيتين محدي قبلي وانه تبز العود الخضر والحجر منها يذوب والجبال تحن وتون لا سمع عنها والبحر منها جمد وقف ذرى الهبوب من هموم بين. يلا ورا ما تمشي يا شرى ما بعليك على اللي تعب نفسه كذاب. والله والله ما غير دنا. هذا دخلك فريق البيضاء خسر في ريال لان ثامر مدعث ما طبق الحكم زين. تضحك سوي نفسك حزين. انا ما تعال معي هنا يا عبادة بس يا رجال يا عيال وش شوي مبارك شوي مرة انا بضحك يا عيال وسعوا شوي من طريق الكاميرا. تعالوا عندي بس يا عيال تعالوا عشان نسحب انا وياكم سوا. طيب احنا فزنا فقرتين. مشاهدينا الكرام كان ودنا والله ان فقره هنا استعجلت وخذت وقت من المساحه الكافيه وكان موجوده احكام اللي شرب واكل كان يعني هي اساس الفعاليه. ولكن نعيدكم ان شاء الله الفقره الجايه يا يوم الثلاثاء يا يوم الاربعاء باذن الله. ان شاء الله ان الله احيانا وبيكون معنا ثلاثه متسابقين. والتغريده انا نزلتها يمكن اكثركم ما فهم معنى التغريده. التغريده توجه على الفريق اللي هو شداد او البيرق او الشلفه يطبق الحكم. اي متسابق فيهم يطلع يعني يكون اختياري كل يوميا ثلاث متسابقين جدد حلوين حلوين. الحين يا الربع بنسحب دقيقه بس بنسحب على اباضه اللي في الاعداد اللي حسبتوا النقاط اللي فازوا تفيدوني بس من الاول بيرق او شداد او الشلفه يا اباضه على ما اسحب على التغريده نزلتها اللي هي ايكلين برو. بإذن الله إن شاء الله يفوز معنا اثنين من الجمهور. وعاد باقي إن شاء الله عندي سحب في السناب شات بإذن الله وأنتم تستهلون جمهورنا الغالي. وكل حلقة أقدمها أنا بإذن هنا بإذن الله بيكون فيه سحب على اثنين من الجمهور. إيه علي طش في يدي. أي كلين فوايدة. إيه. إذا شعرك طاير يغطي. لا. يصير جل شعر. كنتوني وأنا يعني. حلو. أحسب يقول حلو مين. إيه. والثاني والثاني عمر غبي انت شوفك يا عمر. شوف 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 حلو. شوف شوف كل شاشه الجمهور ما يدري عندنا شاشه ترى. انا كان بمشي الوضع يعني ثاني من تربعته فيها. حلو حلو حلو. طبعا يلا خلوا احنا نسحب الحين على اللي هو الجمهور. يلا بسم الله.
انا 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 لا 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 بسم الله قولي بس قولي وقف قولي وقف قولي وقف قول لا يلا انت قولي وقف انت قولي وقف انا بوقف انا بوقف واحد طيب اصبر 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 واحد اثنين اصبر اصبر الله 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 انت حرف حرف الاس بالانجليزي يو ار اس 2 دي صورت الشاشه براسك باذن الله خلاص تسحب طيب خلينا نشوف الثاني انا 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 هديك هديك يلا الثاني عندك ثاني طيب اصبر 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 خلي خلي يتحدث اصبر 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 خلي يتحدث ثم برجع انت وقف انا وعذابي منك يا ناسي صليت علي يلا بسم الله يلا خذ صل يلا رحت تحت صل انا وخلاص يلا اس اتش ثاني مرة ما يجوز لا مو هو مو هو اس اتش لا ذاك اسمها شموخ كيو كيو الله تستاهل شموخ كل شيء حلو وباذن الله ان شاء الله بيكون فيه كل فقرة هنا ان شاء الله لي خليك قدها مع المحيط بيكون فيه سحب طيب يا رب نبي نعلن الحين المراكز بنعلن المراكز الفريق الاول بيكون له من باكجات اي كلين برو يستاهل بيكون له 5000 نقطة والفريق الثاني ما راح يكون له باكجات لا راح يكون الثاني له 3000 نقطة الأول له 1005 وش طبعا احرقها انا المركز الثالث من يا مشعل؟ لا نقاط ولا باكجات قاعد من المركز الثالث؟ اي علي الجعيدي طبق تحديين اجهز الدعوة عليه حلو كم يحسب لهم؟ حلو خذ 1000 شو اسمه الكاسات و ولما انشال الفلاح 1000 هذه 2000 والشاي اللي كبيت عليه حلو اي وسعود مشى 1000 وجبت ورقه المصري 1000 حلو 2000 بعد لي انا وياك اي عمر ما بكى كلها متعه راس طيب وش اللي يفرق اللي اكبر قلب والكاسات وش اللي يفرق فاي وليدها ما قد دعت لو جبتها كان اخذ من الباكجات طيب حلو ازها الباكجات انا الاول طيب يرب انا الاول المركز الجيدي طلعتهم كشاهي يشفع لك الجيدي المركز الثالث معنا اليوم طيب يا باضه تسمح لي تسمح لي في انصاف المركز الثاني والثالث لان واحد منهم كب عليه شاهي وتعرف تقدر الظروف بدل خوف الشاهي يا طيب المركز الثالث في فقرة تخلق قدها مع المحيط اللي هو فريق الشلفة مع سعد الجولي ليه 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 دقيقة ليه 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 باقي فريق اشتراك فريق البيعوي علي, علي الجعيدي ثامن المدة تالي ثامن ضامن هنا ما بك ترى تالي ثامن هنا تالي ثامن عندي عشان فريقك انا ما ثامن علي الجعيدي انا ما نبرا من توقعون المركز الاول اللي ياخذ 5000 وكل واحد منهم بياخذ له باكج من برو الباكج ذا كامل والمركز الثاني بياخذ 3000 ريال وباكج ولا ياخذ باكج لا ما بكيت ترى يوم انت بكيت ولا بكيت ما بكيت وانت في التحديه طيب المركز الاول معنا اليوم في فقره خلك قدها مع المحيط من تتوقعون يا الرب علي الشلفه من تتوقعون يا الرب تامر تحدى ولا ما تحدى انا تحدى وضام التحدى وانت علي تحدى ولا ما تحدى تحدى طيب المركز الاول معنا اليوم في فقرة خلك قدها مع المحيط اللي هو فريق البيرك تعالوا يا البيرك بوزع عليكم باكجات المركز الثاني المركز الثاني مع علي الجعيدي يستاهل مع ان علي الجعيدي جاء خصم ولكن شفع له اللي هو المشهد الشاهي خفت على هني خفت يا محمد الشاهي والله خفت انت وليد وليد حط يستاهل علي الجعيدي بكت من عندي لا لا حطه حطه علي ولد طبعا يا رب ختاما لهذه الفقره تعال تعال ما جاك ختاما لهذه الفقره على خطى المبدعين وسرت لي مكان ولي مقام واسم فارق اتمنى كانت فقره خفيفه عليكم استمتعتوا فيها لا حط الى الان حط انا بواحد معي لا نلقاكم ايش فيني قلبت ابراهيم في الحلقه القادمه ان شاء الله في الحلقه القادمه ايوه باذن الله ان شاء الله دمتم بخير ان شاء الله يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء واستودعناكم الله الذي ما تضيع ودائعه واعذرونا على القصور باذن الله ان شاء الله الفقره الجايه نبكر ياهم بدري انا ولدك ابوي وتنال على ارضاكم باذن الله استودعناكم الله الذي ما تضيع ودائعه بعد ذلك بغسل تبدع وليد البحيح
قلت 3 2 1 جو. 3 2 1 جو. بسم الله يا عيال. انا جات نواجد وينها راحت؟ لا 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 ما اسمح لك يا جبر. انا ما اسمح. انا نايف الرفيدي. انا ما اسمح. تك بعطيهم. لا لا ما اسمح والله ما اسمح. ليه؟ والله ما اسمح. ليه؟ والله ما اسمح. حتى اذا الكاميرا شافت احد غير فريق البيرق اخذ منتج ترى يا الربع يعني هذه الاضافه هذه كم عددها البيرك كم يا ربع يا ربع ما لكم داعي والله ما لكم داعي اذا احد ما اخذ دون اذن علي هذه كلها هذا بيخرب الفعاليه يقول في فريق البيرك صح فريق البيرك خمسه واحد فريق البيرك نعم ايه ياخذون اما الباقيين ما لا 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 خمسه انا اللي خله سعود الجوزة سعود حتى رأي الكاميرا سرق علي فادي وينه علي تراني ببيع اللي بيشتري حياه الله يلا تعالك والله بابا هم قلبت يا واضح خلاص أبغى أقول أنا صار يا بابا. ولا ديني نظف تعال. تعال نظف. كم تبيني أختي؟